المسائل الثلاث. إيش مسألة؟ المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. إن برنشة الله تعالى نبري ترجع ديش بس أنا اسم صفات لرندين ده خم الله تعالى رب الله. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بالعبادة، لا يعبد إلا الله. İkincisi Allah Teala bir özünə gün ibadət qılıb, ham onun bilan bir rəddən ona tindəşlik qılıb, bütün ilahlərə tabunma. المسألة الثالثة وسطية التعامل مع غير المسلمين. Üçüncü məsələ indi bütün din əhlləri bilan ortaqlıqda bulub, onlar bilan muamilə qılanda. Yəni la yumkin an nuamil ghayr al-muslimin bil qatl bil sab bi akhd al-amwal. Ham bütün din əhllərin onlara qarşı soğuşurğa, onları onlara sürü həm onları qırsıtırğa yaramı. ولا يمكن مع هذا أننا نشاركهم في أعياد في احتفالات في الشركيات. أما لكن آخر مستان بزوارنا بيرنرين أولارنا من ترل الله خاتين دشرق قلغان إشلارين بز خطلاراتي إشتوغل بز ندعوهم إلى الله بز أولارنا الله قشاقراتي لا نشاركهم في عادم ولا في احتفالاتهم أولارنا بيرنرين ده كملاشولارن ده قطناشراتي إشتوغل بز نفي لهم بالعهود لا نقتل ولا نأخذ أموال هؤلاء لكن أولار بلان سوغشرغا أولارنا مالن أولارغا تيشتوغل بز